هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني في رسالة إذاعية اليوم العمال بعيدهم عيد العطاء والإنجاز، وأكد اعتزازه وتقديره والأسرة الأردنية الواحدة الكبيرة بجهودهم الخيرة في ميادين العمل والبناء. وأكد جلالته أنه بسواعد العمال في كل مواقع العمل يمضي الأردن بكل ثقة نحو المستقبل، مجدداً التأكيد بأن العمال سيظلوا كما كانوا على الدوام موضع اهتمامه وتقديره. أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور على أنه لم يبرم أي صفقة مع أي نائب كان للحصول على الثقة، وبين نسور أن تشكيلة الحكومة الحالية التي تضم 18 وزيراً جاءت رسالة واضحة تهدف إلى الدخول في مشاورات مع مجلس النواب لإجراء تعديل وزاري على حكومته لإدخال نواب في الحكومة. وفي سياق آخر شدد الرئيس على أن الجيش الأردني والمقدرات العسكرية الأردنية لن تتدخل في الحرب الدائرة في سوريا عبر إرسال قوات أو من خلال تسهيل مهمة قوات عسكرية أجنبية. أكد الأمير زيد بن رعد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي أقر بجهود الأردن حيال التعامل مع اللاجئين السوريين في البلاد، كما اعترف بأن الأمر يعد أزمة. وأشار الأمير زيد عقب جلسة مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية التي عقدت بناء على دعوة رسمية من الأردن إلى أن الأعضاء قد أعطوا مؤشرات إيجابية لدعم فكرة زيارة المملكة بناء على طلب من الحكومة الأردنية، ولكن القرار لم يتخذ بعد. دعا كل من مجلس التعليم العالي ولجنة التربية والثقافة والشباب النيابية في اجتماع طارئ إلى إعادة النظر في سياسات القبول في الجامعات الأردنية وتشكيل لجنة رقابة وقائية يكون عملها مراقبة الأحداث مبكراً قبل أن تتفاقم، وطالب المجتمعون بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية لتطبيق جميع الآليات والإجراءات المتعلقة بمحاربة ونبذ العنف في الجامعات ومراجعة القوانين السلوكية المتعلقة بالطلبة، إضافة إلى إعطاء الأمن الجامعي صلاحيات أكبر بعد تأهيله وتدريبه بشكل يضمن قيامه بواجبه داخل الحرم الجامعي.